من الرحمن؟ الله. من الرحيم؟ من الملك؟ من المالك؟ من الجبار؟ من المهيمن؟ من السلام؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ الله. ادخرها الحق تبارك وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الأمم السابقة وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ إذا كان ما يعرفوش الرحمن فضلا عن إنه الله. ولذلك من ذكرها وداوم عليها تنفق عليه أنوارها وتنفق عليه أسراره. اتخذ الله صاحبا ودع الخلق جانبا وتمسك بذكره، إن في ذكره الدواء، وتلذذ بحبه، إن في حبه الشفاء، ثم سلم لأمره وارض عنه بما قال. ولذلك لا تقلقوا على هذا الدين، فقد قال الحق ليظهره على الدين كله. مين اللي هيظهره؟ الله. ولا تقلقوا على رسول الله، فقد قال الحق إنا كفيناك المستهزئين. ولا تقلقوا على أولياء الله، فقد قال الحق لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تقلقوا على المؤمنين، فقد قال الحق وحقا علينا نصر المؤمنين. ولذلك عندنا في القرآن تعريف جامع جازم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقوم اصحابنا نقول لهم يا أولاد الأولياء، يقول لك مش عرفنا النواب. مش ده اللي احنا بنسمعه مولانا؟ نقول له يا ابن الحديث القدسي المروي عن المولى العلي، أوليائي تحت قبابي ولا يعرف أوليائي إلا أحبابي، فطوبى لأوليائي وطوبى لأحبابي. فاحمدوا الله أنكم تحبون أولياء الله. اسجدوا لله شكر، لأن ربنا سبحانه وتعالى حجب عن كفار مكة خصوصية النبي ونور النبي، فلم يروا إلا رجل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ما لي أرى هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وأرى الصحابة نور الناب؟ ما تقول يا نور الناب. أرى الصحابة خصوصية النبي، ولذلك كانوا يتهافتون على نخامة رسول الله، وكانت اللي تقع في إيده يدلك بها وجهه والباقي يتبرك منه. سلام على بدر أتم فسلم وأخفى شعاع الشمس حين تبسم. ولما مشى في ظلام الليل فانجلى وأضاء به الكون بعد أن كان مظلما. فقلت لها يا نوح ماذا صفاته؟ قالت يفوق البدر في أفق السماء. قلت لها يا نوح أين دياره؟ قالت أرض البقيع وزمزم. قلت لها أشفى السقيم من الضنا؟ قالت نعم وبرئ العليل من العمى. قلت لها أباض الحمام بغاره؟ قالت نعم والعنكبوت مخيما. هات المطايا يا أخي إن كنت ناويا وشرق بنا نحو الحبيب وزمزما. هات للسفر زادا وقوتا وهمة، فلربما حكم القضاء فسلما. يا رب زدنا في النبي محبة لو ذاقها القسيس طوعا أسلم. قلت لها ما الاسم؟ قالت محمدا
شفيع لمن صلى عليه وسلم. وختاما كل عام وأنتم بخير، اللهم عطف علينا قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم عطف علينا قلب رسول الله، أحينا على سنته، أمتنا على ملته، أدم علينا زيارته، أدم علينا زيارته، وارزقنا شفاعته، واجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين. يا ضرة في بطون الغيب يجهلها، أولو العزائم أصحاب الرسالات، يا كاملا من علوم الله أجمعها، يا أحمد أيها المخصوص بالذات، يا أول الخلق في إطلاقه ألفا به التآلف، يا قاب الهدايات، يا موئل الحق والتحقيق، يا سند، يا من له مبدأ فوق النهايات، يا من الله بالقرآن آثره. أدم وصالك ذا عين العنايات، ولذلك لقد حبينا إماما من ائتم به دخل الجنة. الجنات منوطة باتباعه، والنار لمن خالف أمره، والله ما بشر دناه في شبه، وهو الذي شرف المولى به البشر. جم الفضائل لا يحصى لها عدد، بطار سيفي إلى يوم الوغى نفرا. طب يا محمد حيا وفي جسد، فالله قد خصك بالأفضال والدقر، ما إن ذكرت فيا طيب الحديث، ويا زين المجالس فيها ذكرك انتصر. ولذلك الأنصار بعد ما تصلوا على رسول الله، الأنصار احتفلوا ولا ما احتفلوش بالنبي؟ أما النبي دخل المدينة احتفلوا ولا ما احتفلوش؟ الأنصار احتفلوا بقدوم النبي إلى المدينة، مش كده؟ وقالوا طلع البدر علينا اللي احنا بنشهدها دلوقتي، واحتفلوا بمدح النبي وضربوا بالطفوف وعملوا الأعلام. إذا الاحتفال بميلاد رسول الله له أساس أهو، له إيه؟ له أساس. والأمة الإسلامية تحتفل بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا. هم احتفلوا بقدوم النبي إلى المدينة، وإحنا بنحتفل بقدوم النبي إلى الدنيا. فسلام على من زار السماء فشرفها، ووطئ الأرض فأكرمها، وهاجر فشرف مقام الهجرة، وصبر فشرف مقام الصبر، وعبد فشرف مقام العبودية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عشان نختم، ما كان على النبي من حرج. اسمع وصلي عليه، ربنا بيخاطبنا في القرآن بيقول ايه؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. وهناك فرق بين فرض له وفرض ايه عليه، فالكل يفرض عليه الا رسول الله يفرض له، الكل يقضى عليه الا رسول الله يقضى، الكل يحكم عليه الا رسول الله يحكم. ولذلك الايات اللي بعدها تقول ايه؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمدا ايه؟ ابا احد من رجالكم، يعني ما ينفعش حضرة النبي يبقى اب الشخص بعينه، لان هو ابو الامة كلها، هو ابو الامة ايه؟ كلها. تيجي الايات بعد كده، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما تصلي عليه سراج منير. كيف القرآن السراج بس للشمس؟ ربنا قال عنها سراج ايه؟ وهاج. انما النبي سراج ايه؟ يعني كل ما تقرب للشمس تحترق، انما كلما اقتربت من رسول الله انار، لانه منير. هو ايه؟ منير. ولذلك كل ما تقرب من النبي ايه؟ تنور. ما تصلي على رسول الله. ولذلك جاء في توراة سيدنا موسى عليه السلام تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير. فسيدنا موسى قال له: يا رب، لما سميت حبيبك بالسراج المنير؟ فربنا حب يخلي سيدنا موسى يعمل درس عمل. قال له: يا موسى، اوقد مسراك، يعني ايه الشمس، وحطها امام بيتك، وخلي بني اسرائيل كلهم يعيدوا مشارقهم منه، وبعدين تعال قول. فسيدنا موسى فعل. قال له: افعلت يا موسى؟ قال له: نعم يا رب. قال له: هل نقص من مسرجتك شيء؟ قال له: لا يا رب. قال له: كذلك حبيبي سميته بالسراج المنير، الكل يستضاء منه الى يوم القيامه ولا ينقص من قدره شيء. وكل عام وحضراتكم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.
وسي شرابي أذكرني حقا فهمت بسكرتي أذكرني أنا حقا فهمت بسكرتي وملكني جميع الجنان وما حوى كل ملوك العالمين رعيتي كل ملوك العالمين وفي حالنا ادخل ترى الكأس دائرة في ساحتنا ادخل ترى الكأس دائرة ومشارق العشاق إلا بقيتي أبا العينين سيدي إبراهيم أبا العينين سيدي إبراهيم أبا عمران سيد أبو المجد لله مدى في حنينا ادخل ترى الكأس دائرة في حنينا في حنينا في حنينا ادخل ترى كأس دائرة ساحتنا أبا العينين في حنينا في حنينا ادخل ترى كأس دائرة ستائراً هو مشارب العشاق إلا بقياتي مشارب العشاق إلا بقياتي شاويش ملكي صار شرقا ومغربا وجويش ملكي صار شرقا ومغربا صرت لآل الكرم غوصا برحمتي صرت لآل الكرم غوصا برحمتي من كان قبلي يدعي فيكم الهوى من كان قبلي يدعي فيكم الهوى من كان قبلي من كان قبلي يدعي فيكم
فيكم والهوى. قلولي 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 من كان قبلي يدعي فيكم الهوى يطولني إن كان يقول لسطوتي شربت بكاسة الغرام سلافة بها أنعشت قلبي وجسمي ومهجتي. نعم نشأتي في الحب من قبل آدم وسري في الأكوان من قبل أنا شيخ الوقت في كل مذهب أنا إبراهيم الدسوقي شيخ الطريقة بها يكون وبها كان يا سري بها اللي ترك رمزها صبح يقول بها بها أصل الوجود مني جبريل زففني إليه وأحمد زوجني. بها أنعشت قلبي
قلبي وجسمي ومهجتي. ناس حبيبي جفاني بين الوداد والأم، يا ناس ضحوك واني يا سلام على الحب. اوصفوا للحب يعملي في القلب، ما تصفوا للحب يعملي في القلب بالسفر وينوار يا سلام على الحب. حبنا بينا الحب، اوصفوا للحب. الحب من كان قبلي يدعي في كم الهوى، يطاولني إن كان يقوى للسطوة. شربت بكاسة الغرام سلافة، شربت بكاسة الغرام سلافة بها انعشت قلبي وجسمي ومويتي. وقفت بباب الله وحدي موحدا، نودة أبال عينين أدخل لحضرتي. نوديت يا إبراهيم ادخل ولا تخف، وبيت اللواء من قبل أهل العناية. الله 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 يا سيدي ابراهيم سيدنا العسل مدد، سيد عمر يا مدد صاحب الفرح سيد عمر. الله الله
حضراتي ونودت يا إبراهيم ودخول ولا تخف حبي تنوى من قبل أهل العنايات عميات السقي يا مركز الصلاة ابن عيني يا مركز الصلاة يا ابو مقام علي بيت ما يلمع الأرياح وقالت ولدي خدوا التمساح جبتك الولي يا سيدي وقالت ولدي خدوا التمساح شوف الرجل الصالح لما تحرك من الخلوة وسره فاح جاب الولد من البحر راكب التمساح السماوات كلها
من تحت بطن الحوت امتدت راحتي زراعي من فوق السماء وتقول من تحت بطن الحوت امدت راحتي اعلم ما في الارض كم من نبات أعلم ما في الأرض كم من نباتها وأعلم ما في الأرض من كل رملة وأعلم علمه أحصى حروفه أعلم ما في الأرض من كل لجات هل رأى الحب سكارا مثلنا هل رأى الحب سكارا سكارا رأى الحب سكارا سكارا مثلنا كم وقفنا على الأبواب نلتمس الحب زراعي من فوق السماوات كلها زراعي من فوق السماوات كلها من تحت بطن الحوت أمدت راحتي أعلم ما في الأرض كم من نباتها يا ليلى كل رملة أعلم علم الله أحصى حروفه وأعلم ما في البحر من كل لجات
الحب من قبل آدم من ولنشأة في الحب 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 من قبل آدم سر زرع في الكون من قبل نشأة سر يا في العليا نعم بنور محمد كنا بسر الله قبل النبوات يا رب بالاسم العظيم المرتجى بما يلي اسمائك الحسنى الندى محمد وببنته ببعلها أبنك يوم الحسنين أعلام الهدى وبأنبياء الله ثم برسله كذا الملائكة الكرام أولي الهدى بزينب بنت الإمام المرتقى كالمكارم والهدى مفن العيدى سكينة ذات المقامات العلى هي الزخيرة في الخطب وفي غادة ببضعة الزهراء فاطمة التي من أمها نال المنى والسؤدادة كريمات الدار فهي نفيسة ذات الفضائل والمواهب والنداء بآل بدر بالصحابة كلهم بالتابعين هم دواما سرمادا بعبدك النعمان ثم بمالك بالشفاعي الوجود واحمادا وكذا ابن سعد ذو المكارم والعطاء ليس الافاضل من به نكفر رادا بالسيد البدوي 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 بالسيد البدوي باب المصطفى بحر الفتوح والمكارم والنداء إلهي خذني.
مني وارزقني الفلان يا رب يا رب يا ولا تجعلني مفتونا بنفسي معجوبا بحسي واكشفني عن كل سر مكتوم يا يا حي بأول الخلفاء وارث حالي من كل من نادى نادى المقصد أستاذنا المرزوق فارزقني وكلي في الشدائد يا إلهي مفرجا بعبد المتعب ثم مجاهد هما الوسيلة للمولى السامي أحمد يا رب يا رب بالشدلي وبالسوق المرتضى بالقدري وبالرفاعي أحمد بشيخنا وملازنا عريان من خفر الحديد وهو المسمى أحمد بالشاذلي وبالسوق المرتضى بالشاذلي وبالسوق المرتضى بالشاذلي وبالسوق المرتضى بالقدري وبالرفاعي أحمد بالأولياء الصالحين جميعهم من جاءنا القرآن عنهم مرشدا أحمد يا شفراو سيدي أحمد يا شفراو
مدد مدد يا يا مدد. سيدنا الحسين مولانا وليا النعم يا سيدنا الحسين. سيدنا الكريم أم العوان أنا بكم لا إذن الله مدى. سيد الزين وزيد العابدين أم الحنان الأولياء الصالحين جميعا جاءنا القرآن عنهم مرشدا. فرج بفضلك يا إلهي كربان فرد بفضلك يا إلهي كروبنا. فرد بفضلك يا الله كروبنا وسع بجودك يا الله عطاءنا. آدم صلاتهم والسلام عليهم أضعاف مخلوق إلى يوم الندى. لنشهد من قبل نشأت آدم سر سراب الكون من قبل نشأت. ماذا سري في عن يأذي نور محمد وكنا بالسر الله قبل النبوة. أبا العين سيدي ابراهيم يا ابا العينين اولادك حلوين.
اشرب اترب الله ومدد كلهم وخليك مع الله. ملكت بلاد الله شرقا ومغربا لو شئت أفنيت الأنام بلحظة يا سهل القبح
عن عذناك لحسن يفوت السهارة يشربوا منك يا مادك يا سيدنا البدوي نتهة المنظام حجة الغلبان يا سيدنا البدوي باب النبي يا بدوي يا مادة يا شيخ العرب دعني لفظ مالك الغرام أعلنا دعني لما ملك الورع أعينك لقد ملك الغرام عينتي دعني اتركني دعني 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 يعني اتركني انا الغرام في النبي دواني مالك الغرام أعينك لكنني خط الغرام بإمة أصبحت في حناتي متدرج بين الصفا أسعى وبين المروان نجوانينا بين التنان مهرولة الحزب يسقيني وبرني كعبتي لم يشرب الحشاق من بحر
بحري الهوى إلا بقية نقطة من البدوي. مدد 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 يا أهل المدد دون بالمدى يا مدى يا الله وسيدنا النبي شبل الأسود أمير الدين سيدي مخلوق سيدنا العراق يا مدى محروس يا ابو كوم محروس يا ابو علوم سياد المدى مدد مدى سيدي محروس وابو الاخلاص سيدي محمد بحيب احمد سيدي محمد بحيب احمد عليا نيابة يا ابو السالم مدد مدد يا سيدي محمد يا شناو مدد مدد سيدي عمر سيدي مدد يا اهل العطا يا اهل العطا يا اهل العطا لا تحرموا ودونا العطا يا سيدي عمر وأبو سلام صاحب السحاب سيدي عمر صاحب البلد أهل الرقي يا أهل الرقي جبر الخواطر عليكم نعم سيدي عمر سيدي عمر سيدي عمر يا حسين مدد سيدي فؤاد أبو سلام مدد مدد سيدي عطيه يا موال عم يا غنى مدد مدد يا اهل المدد ابو المعاطي مدد مدد وتالي كتابه
الله في كل لمحة إن كنت تغوان تعال محلنا إن كنت تغوان تعال محلنا ادخل حماس ذات عند الغنيمة وقالوا أيا هذا صلاتك ضيعة لم يعلموا أني أصلي بمكة لم يعلموا أني أصلي بمكة ولولا رسول الله بالشفاعة سابق أغلقت أبواب الجحيم بخمسة الصبح بدا والليل دجى من وقرتي الصبح بدا والليل لمن حبيبنا النبي لمن ساط الشجر نطق الحجر ساط الشجر شوف القمر لإشارتي طلعتي الصوف وراء أحمد
لولا جبريل اوقف لولا جبريل لولا جبريل اوقف سحرني العرش ورا محمد من مكة للقدس من مكة للبيت الأمن من مكة للبيت من مكة للقدس سارة ليلا أحمد من مكة للقدس جبريل مع الملكين أتى بفوق العلم أجل حمى بيت الأبيض من مكة وبإبريق مملوء الماء بإبريق مملوء الماء غسلوا بالماء فؤاد أحمد وبقصد المملوء العلم وبقصد قلبك أفرغ يا محمد للقدس سر مدد 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 يا مدد يا مدد يا مدد يا سيدنا الخضر مدد مدد يا سيدنا الدكوي سيدنا مريم مدد أبا الشيخ أحمد يا منصر سيدي أحمد نصر مدى مدى يا رسول الله مدد با
برضو راحة قصيرة.